مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. حلت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي يوم أمس السبت بمراكش في إطار زيارة إلى المغرب. وعند نزولها من الطائرة بمطار مراكش المنارة، وجدت جيل بايدن في استقبالها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة. وسبق وأن أعلنت يوم الجمعة الماضية المتحدثة باسم السيدة الأولى في الولايات المتحدة فانيسيا فالديفيا عن برمجة هذه الزيارة. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن هذه الزيارة إلى المملكة تندرج في إطار جولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، وكان يرتقب أن تنطلق الزيارة ابتداء من يوم الأربعاء الماضي. وأصبحت السيدة جيل بايدن 72 سنة سيدة أمريكا الأولى عقب فوز زوجها جو بايدن بالانتخابات الرئاسية للعام 2020. هذا وفي أول تصريح لها بعد الاستقبال الذي حظيت به في المغرب، قامت زوجة الرئيس الأمريكي بتوجيه رسالة شكر للملك محمد السادس حفظه الله، حيث كتبت في تدوينة لها على حسابها بإنستغرام: أشكر جلالة الملك محمد السادس والأميرة للا حسنة على الترحيب اللطيف بالمغرب، إنه لشرف كبير أن أزور أحد أقدم أصدقاء أمريكا. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.